يا نايف يبيك. هذا انا مره يا وليد. استفزعت فيني حبيبتي خذاها. ايه هذا مره انا يا وليد. اسمع محمد الناصر السالفه. هذا انا مره وردت لي السالفه ذي. هذا من طيب من استفزعت فيني حبيبتي. اطري الملك الروم خطفها. اطري وانا اتحزن في اربع رياجيل. والله طبعا اربع رياجيل هذول هوا. احتزم وش اوريك يا ابو. احتزم اولهم وليد بحيح تذكر تخابرها في شلون كانت الحرب. يوه لو انها تصوير فيلم. لو انها تقابلنا يوم تقابلنا قلت ابو محمد عصاي براسي. قال ابشر بسعد. قلت عندي ولا عندك؟ قال والله عندي. هو ياخذ الهيقي على هم الاول يوم ظهر منهم لهم 6000 6000 غير هيقي واحد بس. بس انا ظهرت بخيلي. بس انا ظهرت 6000 يروح ب 6000 يوم يعود ب 6000 12000. ها شوف قال باقي عندك ابو ناصر. قلت ازهلهم. جاني علم اعز الله. شوف يوم انتهينا من الحرب من قوة الجوع اللي فينا احصاء شواية. تذكر خابر اخر تذكر خابر مع عض عين ذاك اللي كان يصيح مع عض عينه من الجوع. عض عض كذا عض. كيف عضيته؟ يا مفترس. كان عندي نياض بس برتها شوي. إيه كان طوال طوال قبل وين؟ قبل هذه قبل ما يقارب 6000 سنة. خابر كانوا يسمونه الليث الابيض. تذكر خبر خوينا محمد ناصر الله يرحمه. اي هذا تذكره. تذكر لي هذاك هذاك عرفت النيس الجديري. احنا معودين من الفرس. لا لا هذا تدري محمد ناصر. قلت خبر محمد ناصر النيس اللي يجي يستمع سوالف ويعلمها العالم. يا عالم ترى سوى كذا 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 ويروح يحكي. احنا نبطه بالسهم وهو مقفي. اي الحين بنقل علوم. اي ما تجيكم الجرأه تضربوني بالسهم وانا مقبل عليكم. ما نضربك بالسهم نضربك من البيطه. احنا ندري تفرك لها. نضربك من البيطه تفرك لها انت. اي انا كان رايح انقل علوم خاف. اي كان معه واحد قصير وكامل ملك الروم. كان معه واحد قصير امحق تعال خابره. كان معه سيسي صغير. ايش له يقهر؟ ها يقهر ذا. ايش له يقهر؟ لا ينذبح زد رميته 10 مرات عيب. ولا يموت ولا يموت. قطو 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 قطو. شلون ذبحت ملك الروم انا؟ كيف؟ قلت مات وليد جب الخيل وانا وجب واحد تحت يمسك جنب الخيل كذا عشان بنقز كذا وبمسك الربح. كيف؟ جيب الخيل حطينا واحد كذا والخيل يجي عادي ينقز على الخيل ينقز على الخيل طرزان. لما ملك الروم يتكلم طرزان ترى كان يقول بعلمك انا وسح. وكان يقول يعني انه لازم نقتل عاده زايد بالاسم بالاسم خصص. شوف اللقطه يا محمد بن ناصر. شوف اللقطه يا محمد بن ناصر واسحب الرمح كذا واسحب الرمح واجي اركض 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 الوليد بيض الله وجهه اشتري انا اشتري هذيك لو احنا ضايعين يحط الخيل طال عمرك ويخلي واحد شد فرسان الخيل كذا عشان ما تحط واركض 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 واطمر فوق راس واطمر فوق ظهر الخيل طال عمرك واضرب الربح كذا اللي ضربته منه 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 في النحاس. لا والله هرف من ورا هيد شوت هرف من ورا. كيف كيف؟ جيت اركض واضرب منه ضربه انحرى ترهر من ورا. جاه دبل كبير. شفت حركه الطرزان اللي يسويها ماخذها من عاده زايد.